المحتل الإسرائيلي معركته معركة وجود، لا يهمه تصفية الفلسطينيين، أكانوا صحفيين أو أطباء أو مواطنين أو أطفال أو نساء. ومن بين هؤلاء الصحفية الإعلامية شيرين أبو عقلة. ولكن في خضم الحزن الذي استفحل قلوبنا وأمام التضامن الدولي الواسع مع شيرين أبو عاقلة، تصدرت أخبار على الترند في مواقع التواصل الاجتماعي عنوانها: هل شيرين مسلمة أو مسيحية؟ وهل ستدخل الجنة أو النار؟ وهل تعتبر شهيدة من الشهداء؟ وهل يجوز الترحم عليها؟ والكثير من هذا النوع من الأخبار. وحقا أنا استغربت ولا أدري كيف يفكر هؤلاء الناس، كيف يعقل ونحن أمام جنازة إنسانة ماتت برصاص الغدر وعن جهية الصهاينة، كيف لم يقدروا عظم المصاب ولم يستوعبوا فظاعة مشهد الاغتيال أمام الكاميرات وعدسات العالم؟ أي حجارة موجودة في صدورهم؟ كيف يشاهدون إنسانة أمام أعينهم قتلها المحتل غدرا وقهرا وهي تزاول مهنتها الشريفة لتنقل لهم الوضع الفلسطيني اليومي والاشتباكات، ثم ينسون كل هذا ويقولون لا يجوز الترحم عليها؟ أي سفاهة هاته وقلة إنسانية! ورحمة الله وسعت كل شيء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونسطر على كلمة العالمين فهي تشمل الجميع، الإنس والجن وكل العوالم. أفيقوا وافتحوا عيونكم وركزوا على أعدائكم الذين يبيتون لكم المكر والشر، وغض النظر عن تلك الجزئيات والهوامش التي ليست من تخصصنا وإنما هي من تخصص الخالق عز وجل. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما.